بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من المسؤولين، أقيمت صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات 3 بمدينة الأسمرات في حي المقطم. المسجد تقدر تكلفته الإنشائية ب40 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة إعمار المساجد التي تنتهجها الدولة في مختلف المدن والأحياء والمحافظات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من ديوان عام وزارة الأوقاف وليد هيكل مراسل أخبار مصر. وليد، بعد مساء الخير، ماذا لديك عن خطة الدولة واهتمامها بإعمار المساجد؟ نعم عمرو، بعد مساء الخير عمرو. بالفعل كما ذكر الخبر معك عمرو الآن أنه أقيمت صلاة الجمعة من مسجد الأسمرات 3 في حضور معالي وزير الأوقاف والسيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ولفيف من القيادات السياسية والدينية. بالفعل عمرو كما ذكرت الآن أن هناك خطة للدولة لإعمار المساجد تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، لكن مزيد عن هذه الدلالة عمرو وكذلك افتتاح عدد 45 مسجد تم افتتاحها من خلال وزارة الأوقاف، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. معالي وزير الأوقاف، دلالة افتتاح 45 مسجد اليوم من خلال وزارة الأوقاف المصرية ومدينة الأسمرات خاصة. بداية، أما بالنسبة لافتتاح 45 مسجدا اليوم، فاليوم من أول سبتمبر بنكون فتحنا 596 مسجد. الجمعة القادمة بإذن الله تعالى سيكون عدد المساجد التي تم افتتاحها في 4 أشهر تجاوز 600 مسجد، وده رقم غير مسبوق في أي دولة بمعدل 5 مساجد يوميا، وده بيأكد اهتمام الدولة المصرية بالبناء ليس في مجال المساجد فحسب، بل أيضا اليوم شاهدنا في الأسمرات المسجد والكنيسة يتعانقان في مدينة الأسمرات. أهم مؤكد عليه اليوم في قضية زيارة الأسمرات بالذات إن التنمية في البشر تتوازن مع التنمية في البنية التحتية. في الوقت اللي وفرت فيه الدولة المسكن الآدمي الملائم المناسب للأسر والطبقات الأولى بالرعاية سواء من سكان المناطق الخطرة أم العشوائية، اليوم هالني وأذهلني لاستثمار في البشر. الحقيقة وأنت كنت معنا، ما لمسناه من الأطفال وما لمسناه من الشباب من تغير في السلوك، من نظافة المدينة، من الروح الرياضية، من الجانب البدني، الرياضة البدنية والثقافية وكله مع بعضه بيتكامل، الحقيقة يجعلنا نقول شكرا سيادة الرئيس، الدولة المصرية على طريق الحداثة، على طريق بناء الإنسان. القضية ليست مدن جديدة فقط، القضية تنمية شاملة للحجر والبشر في آن واحد، ليس مجرد توفير مكان السكن وإنما بجد بناء الإنسان، بناء الإنسان. واليوم في بيان أصدرته في وزارة الأوقاف قلت أدعو كل المصريين لزيارة المدن الجديدة ليروا التنمية في البشر، الأسمرات بشائخ كل مدن جديدة. وقلت أهم من ده إن أنا بدعو المتشدقين بمفهوم خاطئ لحقوق الإنسان يجي يشوف حقوق الإنسان الطبيعية، حق الإنسان في مسكن آمن، حقه في حياة كريمة، حقه في ممارسة الرياضة. أنا بقول لمن يوظفون حقوق الإنسان لأجندات خارجية تعالوا شوفوا الدولة المصرية بتعمل إيه، ده الحق الطبيعي للإنسان ولا يمكن لهذا الحق أن يؤدى إلا في دولة أمنة مستقرة. تمام، كل الشكر لحضرتك معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. إذن زميلي العزيز عمرو، بالفعل كما أكد معالي وزير الأوقاف أن نهج الدولة المصرية خلال الفترة الحالية هو الاستثمار والتنمية في البشر قبل كل شيء. إليكم في الأستوديو عمرو. وليد هيكل مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من ديوان عام وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لك ولمعالي وزير الأوقاف.